عليها. أتمنى صديقتنا اللي طلبت من عندنا هذه الوصفة تكون سهلة وإن شاء الله تجربها. وإذا أعجبكم الفيديو سووا لايك وسووا سبسكرايب. هنا ورا ما خليناها تقريبا 10 دقائق بالفرن. عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي، أرحب بكم إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح يكون عبارة عن فيديو بعدة وصفات تنفع للسحور أو إذا كان للفطور أيضا بطبق جانبي. أنا متأكدة الكل راح يعجبوها. هذا هو شكل البسكت ورا ما طلع من الفرن ورا ما قطعناه. طبعا يكون بعد أن ضفنا الحليب صارت العجينة كأنه غير يعني تتل يعني. Thank you. ورا ما صار عندنا المسحوق أو مسحوق هو مسحوق. هذا صابون سائل للإيد بهذا جوز هند، هذا بالفواكه، هذا بالورد، يعني كل واحد وريحته وطعمه. سوري ريحته ما طعمه لأنه هذا للإيد. هذا نوع ثاني شوفوا يكون بهذا الشكل. هذا اللي هو مكتوب moisturizing body soap body soap. السلام عليكم، شلونكم اصدقائي.